فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بعض المطاعم هناك ما يسمى بالبوفيه المفتوح، تدفع 100 ريال وتأكل ما شئت، هل يجوز هذا العمل؟ أنا عندنا هذا لا يجوز، لأنه مجهول، ما يدرى وش تاكل، ربما تاكل كثير أو تاكل شيء مثمن أو تاكل شيء رخيص، ما يدرى، مجهول الذي تأكله مجهول. لكن لو قال كل شيء بسعره، إن أكلت من هذا فهو بسعر كذا، وإن أكلت من هذا فهو بسعر كذا، هذا معلوم لا بس. نعم.